طيبة كافي بخير انت بتخليكم بخير شكرا لكم على الدعوة والعناية والاهتمام. أنا اليوم كعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية في تطوان متواجد بجمعية مع قدماء المعهد الحر بمدينة تطوان للتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية الأداب والمعهد. وإذا أستغل هذه المناسبة لأتقدم بجزيل الشكر لأعضاء الجمعية على الدعوة وعلى هذه الشراكة التي تتميز بها العلاقة لكلية الأداب مع هذه الجمعية، والتي سوف نشتغل معا على تحقيق مجموعة من النقاط المدرجة ضمن برنامج سنوي يتعلق بالأنشطة الثقافية والعلمية وتبادل الكتب والمنشورات، وأيضا في مجموعة من الأعمال المشتركة التي يمكن أن نحققها. أعتقد أن هذا المعهد وهذه المكتبة التي خلفها الأستاذ الطريس ولا حتى الواهبون من مدينة تطوان معلمة تراثية تاريخية مادية ولا مادية تستحق منا كل العناية والاهتمام. وأعتقد أن هذا الجيل من الأساتذة ومن هؤلاء الرجال الذين يحافظون على هذه المكتبة يستحقون منا التحية العالية والشكر الجزيل على هذا الإنجاز الكبير. زرت كل المرافق واطلعت عن كتب على كل ما هو موجود داخل هذه المكتبة، وحقيقة أن هناك مجهود كبير ومجهود جبار يبذل للحفاظ على هذه المعلمة رغم الإمكانيات القليلة ورغم الإكراهات، فهم يشتغلون ليل نهار من أجل الحفاظ على هذه المعلمة التراثية. إذن نحن ككلية الأدب بحكم تواجدها بمدينة تطوان سوف ندعم هذه الجمعية، سوف ندعم هذه المكتبة، وسوف يكون أفضل شريك لهذه المؤسسة لتحقيق مجموعة الأهداف يستفيد منها أبناء الجهة ويستفيد أيضا منها أبناء مدينة تطوان. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يتم توقيع اتفاقية شراكة، اتفاقية إجرائية اليوم 24 نوفمبر 2022. توقعت واحد اتفاقية شراكة بين كلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد الملك السعدي شعبة الدراسات الإسبانية مع الجمعية ديال قدماء المعهد الحر بتطوان. هاد توقعت في المركب الثقافي عبد الخالق الطريس، ويجب الإشارة أن هذا المركب تم تدشينه في ديسمبر 2000 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. طبعا هاد الاتفاقية هذه توقعت اتفاقية تعاون وشراكة توقعت لاعتبارات عدة، من بينها أنه الكلية خصوصا شعبة الدراسات الإسبانية كتلعب واحد الدور مهم في تطوير المجال المعرفي والتاريخي والوثائقي والتعريف بالهوية المغربية، وكذا مد جسور التعاون بين الدول الناطقة باللغة الإسبانية. الاعتبار الثاني هو كون هذا المركب الثقافي عبد الخالق الطريس طبعا عنده رصيد وثائقي كبير من الوثائق ومن الكتب والمجلات والبحوث
باللغة الإسبانية والعربية بطبيعة الحال، وهذا ناتج على بطبيعة الحال بعض الشخصيات ورجال الحركة الوطنية اللي وهبوا المكاتب المكتبات ديالهم والخزانات ديالهم هذا المركب. قلت أنه هالاتفاقية توقعت اليوم ما بين السيد عميد كلية الأدب والعلوم الإنسانية والسيد رئيس جمعية قدماء المعهد الحر في لعدة أهداف، من نذكر من بينها طبعا الدراسات وإنجاز في الميادين العلمية والتاريخية والمعرفية والوثائقية باللغة الإسبانية، طبعا تطوير المجال السوسيو ثقافي، وطبيعة الحال استقبال الطلبة والباحثين في مجال الإجازة والماستر وكذلك الدكتوراة، إضافة إلى تطوير التنمية المحلية للمدينة. طبعا هذا الشيء هذا كامل جاء في إطار واحد الشراكة اللي توقعت اليوم، وطبعا كتهم تظاهرات، يعني هذه الشراكة غادي يكون فيها تظاهرات وندوات ومحاضرات تتعلق بهذا الموضوع وكل ما يمكن أن يساهم في تنمية المجال الثقافي والمعرفي للمدينة، وشكرا.